في إحدى مزارع لشقرقة عاصمة ولاية هلمند الخادعة لسيطرة الحكومة الأفغانية، تتمايل أزهار الخشخاش بهدوء بفعل النسيم في مؤشر إلى استمرار تجارة الأفيون المربحة في هذا البلد. يحزون عمال زراعيون بصيلات النباتات التي يرشح عنها الأفيون الأبيض، حيث يأتون لجمعه بعد ساعات قليلة وهي فترة كافية لتجف هذه المادة. ندرك أن هذا العمل مؤذٍ، ولكن ليس لدينا وسيلة أخرى لكسب المال، هذا هو مدخولنا الوحيد. ورغم مليارات الدولارات التي أنفقها المجتمع الدولي منذ سنوات للقضاء على زراعة الخشخاش، لا تزال أفغانستان تنتج 90% من الأفيون العالمي، وينتج هؤلاء المزارعون الخشخاش من دون خوف من العقاب، لأن حركة طالبان وممثلين من الحكومة الأفغانية غالبا ما يستفيدون من هذه التجارة المربحة. كانت الحكومة تتلف حقول الخشخاش في السنوات السابقة، لكن هذه السنة وبسبب الحرب الجارية لم تقدم على ذلك. حركة طالبان لا تأبه، فهي لا تحتاج إلا لحصتها. ورغم تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة بسبب العرض الفائض، فإن النقص في الزراعة البديلة جعل الكثير من المزارعين الأفغان يعتمدون على الخشخاش، وحاولت الجهات المانحة الدولية تشجيع المزارعين الأفغان على اعتماد زراعة أخرى بديلة مثل الزعفران، إلا أن المساحات المكرسة لزراعة الزعفران العام الماضي أقل ب40 مرة من تلك المخصصة لزراعة الخشخاش.